تعطي بعض المعطيات، وحتى يكتبوا على صفحات التواصل الاجتماعي واحد يشكك اصلا في المعلومه. قبل المده تذكروش واحد من جماعه السيد الرئيس قال راه في تبرقه ثم طياره مش تجي وتركب معناتها من بلاصه اخرى، بده يضحكوا عليه على اساس انه شو هناك ريفي. فعلا في الايامات الاخيره، ورجاء اذا كان عنده واحد معلومه تدقيق او للنفي، انه بالفعل ثم ناس يستنوا في الطياره باش تجي من جربال تونس باش تعبي من فرنسا، عباره لواج. شوف السمعه نتاع تونسير، بالاضافه الى انه دائما التاخير، وهذه الشكاوى تصل دائما وباستمرار، انه تاخر ليفول نتاعهم سفرات بدون اعلام ولا سابق اعلام. هذه ولا تربط زوج سفرات مع بعضهم، هذه اصبحت دارجه للاسف الشديد. وبعد يقول لك كيف يتم استعمال الناقله الوطنيه. نمشي سريعا لنشوف ونسمعوا سيد سعيد في الجمعيات. خلينا نسمعوا في الجمعيات اللي ممكن ترى في سريعا ترى هذا على الاموال. اعطيني الجمعيات، اعطيني الجمعيات يلا. ايضا بالنسبه الى تمويل الجمعيات وهناك مشروع، الامر لا يتعلق بالتضييق على الجمعيات اطلاقا، حتى في كل الدول في اوروبا. هذا بالنسبة إلى منظمة واحدة لا أريد أن أذكر اسمها، ولكن من سنة 2016 إلى سنة 2023 تمويلات من الخارج 7 مليارات حوالي 7 مليارات. هذا باسم المجتمع المدني، لسنا التضييق، ولكن استباحوا الدولة وكانت امتدادا للأحزاب، وكانت امتدادا أيضا حتى للمخابرات الأجنبية. ولا بد من وضع حد لهذا الوضع، ولا بد اليوم القضاء أن يلعب دوره في تطهير البلاد، لأنه لا يمكن أن نطهر البلاد بمثل هذه المؤسسات ونترك هؤلاء العابثين المجرمين يعبثون بمقدرات الشعب التونسي. هي حرب لا هوادة ولا رجوع إلى الوراء أبدا، ولكن ذكرتها بالله على فكرة في الصورة، لو كنت ترجعون لك الصورة أكل المرأة اللي مشالها أعتقد في جهة حي هلال، أعتقد أكل الزون هذيك. سيد سعيد شوف الصورة بالله نشوفوها، لكن المرأة اللي تعمل في الطين هذيك، حتى السيد سعيد على يساره وثم هنا مرأة أخرى على يمينه. بالله شو المشاريع اللي عاونتوهاش؟ يعني نسأل فقط يا أخي، مجرد صورة ولا عملتوا لها نقلة نوعية وشركة أهلية وحسب وضعيتها؟ نحب نسأل فقط لعل ربما نساهو، لأنه حاطها على يساره وعلى يمينه قضية نساها أنا فقط باش نسأله باش نستذكره. مرة أخرى هالتهديد الجمعيات في كل شهر يذكر جمعيات وهنا جايينكم والخارج، وما هو التمويل من جاي موكل من الخارج ومشبوهين وعملاء الاستعمار، نفس التهديد دون فعل. سي حسين لو كنت تسمح لي، خاطر طرحنا موضوع مهم جدا، موضوع التونسير، واش رجع لك عليه خاطر انت طلبتني بالمعلومه الرسميه. الكل تابعنا انه رئيس المدير العام للشركه التونسيه الخطوط الجويه التونسيه في الفيديو الشهير هو يحكي مع الموظفين على تاخر الرواتب نتاعو، قال راهو عندنا فلوس جايه من الجزائر ومن ليبيا، اول ما تجي الفلوس هذه باش نصبوا لكم اشهاريكم، وقال راهو اذا ما تجيش الفلوس هذه ما عادش فما اشهاري. وقبيليك انا وانا نحكي معاك اعطيتك المعلومه انه يبدو انه ما فماش فلوس جايه من الجزائر، والامر خطير جدا. وباش نقرا لك النص اللي اصدرته يعني الدولة الجزائرية، وانا هنا نعطيك ادراج شركة الخطوط التونسية في البطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية في الجزائر. نعاود نقرا لك النص. النص شو يقول؟ يقول لك قرار رسمي سي زياد، باش نقرا لك باش نعطيك المصدر، قرار رسمي جزائري من طرف المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابع لوزارة التجارة الجزائرية في وضع شركة الخطوط التونسية في البطاقة الوطنية للمرتكبي المخالفات التدليسية، وهو ما تسبب في عرقلة تحويل الأموال للشركة مع دفع غرامات. هذه حطيتها بلاك ليست يعني في القائمة، يعني الشركة ورجعوا المرصد رقابة
قاعد يخدم على الملف هذا نعم. واتصل بالشركة التونسية، شركة الخطوط التونسية، حتى ياخذ من عندها المعلومة، والمعلومة مؤكدة، وهني زيد نأكدها لكم، تم إدراج الخطوط التونسية، شركة الخطوط التونسية يعني كتقريبا في البطاقة الوطنية الجزائرية لمرتكبي المخالفات التدليسية. هذا شي يقول لنا، يقول انه الفلوس اللي كانت جايه من الجزائر كما حكى المدير العام للخطوط التونسيه باش تخلص بها الشهر نتاع الموظفين، قال لكم عليها باي باي، ما فماش شهري. وراهي الخطوط التونسيه ليست استثناء، هناك بعض الوزارات الاخرى اللحظه دي مازالت ما صبتش الشهري، وهناك احتمال كبير جدا كيما التونسان ما صبتش الشهاري نتاعها، ونحكي له تقريبا على اكثر من 7000 موظفه ما خدوش الشهاري نتاعها، يعني عندك 7000 عائله لليوم ما عندهمش شهاري. وقال المدير العام الشهاري ستاتي مدويه، يعني كما الحقائق نتاع جرجيس، من عند الجزائر باش يجيكم الفلوس، والجزائر تحط في البلاك ليست التونسير وتقول ما فماش فلوس. لكن السؤال اليوم، شنية اللي صار بالضبط؟ شنية التدليس والإجرام اللي عملته الدولة التونسية باش حتى الجزائر خلتها يعني تتكسر الأعراف وتخلي، حتى في العادة رانا إذا نعملوا مصيبة مع الجزائر، ولا حتى الجزائر كي تعمل مصيبة مع تونس، ديما نستر بعضنا، وفما القنوات الخلفية تلم الموضوع ويتلم. لكن توصل نعم. الجزائر تكسر البروتوكول وتغلق الابواب الخلفيه للتفاوض، وتحط الخطوط التونسيه ككيان يعني تدليس وتوقف له الفلوس، اعتقد انه الحكايه كبيره، والمصاب وهذول الجماعه فعلا عملوا مصيبه كبيره. مصاب جلل، لانه ربما قد تاخر يعني مرتبات الموظفين. على فكره اعتقد رقم 8000 موظف ربما مبالغ فيه زياد، اعتقد انه اقل بكثير الموظفين التونسيين على الاقل في السنوات الاخيره. قالوا في حدود 7000، قالوا في حدود 7000، هذاك علاش قلت انا رقم محين، في حدود 7000 رقم محين تقريبا، من بعض المصادر تتحدث على 7000. واعتقد انه حتى التقرير قريته قديم، ان دائره المحاسبات وقتها قالت انه فما تضخم كبير جدا. نعم هذا في السابق قلت ربما في السابق قالت نعم. انه فما هذاك علاش سالت كبير على جدا، هل ان الرقم محين ام لا، ولكن اعتقد انه في حدود 7000، وهي تقريبا من لازمتها تخدم في حدود 2500. قلت انه